من السفر انا اعوذ بالله من كلمه انا واخوي فهد المطيري. طيب اقول لك شيء، الوقف لو بتمنى الوقف لو انه بدون سفر مع مدينه الكل سفير لهذا الوقت. يا سلام احسن، وباذن الله انه مكتمل باذن الله، والناس فيهم خير ولا ينتظرون احد انهم يحفزهم، لانهم هم عارفين اكثر منا احنا. وانا كلمتي اقول يا علي باذن الله كلنا بنسجد فرح المتسابقين والاعداد والاداره باكتمال الوقف باذن الله في اقرب وقت باذن الله قبل نهايه البرنامج. طبعا وقف الام انتم عارفينه وعارفين مكاننا في خير بقاع الارض في مكه المكرمه، محافظ ظل يرعى الايتام والارامل والمساكين ويفطر الصائمين وسقي الماء ومشاريع كثيره جدا. فانت بمجرد مشاركتك ولو بالمبلغ القليل فانت كانما شاركت في اوقاف كثيره ومشاريع كثيره باذن الله انها مستمره حتى قيام الساعه، حتى بعد مماتك. لذلك لا تبخل لا على نفسك ولا على اهلك ولا على من تحب، الاحياء منهم والاموات. اسال الله عز وجل ان يكتب اجري واجركم جميعا على دعمنا لهذا الوقف، سواء بالماده او بالمعنويه او بالكلمات او بالنشر عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا الطريقه سهله، والحسابات طالعت لكم على الشاشه، والطريقه عن طريق تطبيق الراجح، تدخل التحويل ثم بعدها تدخل للجمعيات وتكتب ظلم، كلمه ظلم تطلع لك الجمعيه، تحول بالمبلغ اللي تقدر عليه حتى لو بالهلل. دام انك ما شاء الله صحيح. طبعا يقول المندوب انه وصل، وقال اليوم في فقره الكاريزما حكمه وصل وقف 45%. ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله والله ما شاء الله، الحمد لله ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب اللهم لك الحمد. وليدي يقول بنوصلها 45. ايه وليد الزهراني واللي معها الحمد لله، هذه كلهم فيهم الخير والبركه. ايوه الحمد لله. وبناخذ منكم كلمات، ناخذ منكم بعض الكلمات البسيطه اللي باذن الله نشاركنا وياكم فيها بالاجر. اخوي ركان اقول اول شيء اللهم لك الحمد، حمدا كثيرا طيبا خيرا مباركا فيه على وصول الوقت الى 45%، وان شاء الله مع اخوي ابو سعد واخي ولي فهد مطيري انهم يتجاوزون ان شاء الله ال 45% الى مو راح اقول 55% الى 65% ويكملون المسيره باذن الله، وكلنا جنود مسخره الى هذا الوقت ان شاء الله والى فعل الخير باذن الله. واقول لاخواني واخواتي تصدقوا صدقه فيها دفعه بلاء، وغير هذا كله في اطهر بقاع الارض، وغير هذا كله في مسمى اغلى شيء في الدنيا مسمى الام. صدقوا عن اموات عن الموتى وعن الاحياء، صدقوا عن عشان انفسكم. التجاره مع الله سبحانه وتعالى ما فيها خساره، ربح. وترك الكلام لابو سامي. اول شيء طال عمرك صدقه تدفع البلاء، يعني ما وراه وتمنع توقع، مو توقع اكيد مو تسوق. كيف اسلم 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 لا وقف هنا ستوب. ايش كنت تقول؟ انا كنت بشوف انت تكمل ولا تلتفت. ملحت اقول لا، انا متاكد حاط ملح. لا صح، هذا في ملح. لا في بعض الناس يمكن لسانه ما يذوق اصلا، بعلمك. غير كذا صدقه تدفع البلاء، تبارك في المال. يعني هو الوقف اللي قائمه عليها هالقناه اللي هو وقف الام، ما اتوقع ان فيها اغلى من الام. صح. والام طبعا الجنه تحت اقدام الامهات، قال الرسول صلى الله عليه وسلم امك ثم امك ثم امك ثم ابيك. نعم ثم ابيك. الوكاد طال عمرك اللي يبي الخير ويبي دفعه البلاء ويبي ان شاء الله باذن الله الاجر في الاخره الصدقه. ووقف الأم بيعطيهم ميزة اللي هو بالخير الصدقة سقي الماء. وقف الأم أيضا واقف على هالشيء اللي هو سقي الماء. جامع خيرات كثيرة بإذن الله. جزيت خيرا يا باشا. طيب خلها أسلم يا سلطان أمير، تفضل. أول شيء الصدقة توقيك من الأمراض والأوجاع الله أكبر والكربات. فحنا نتاجر مع مين؟ مع الله سبحانه وتعالى، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما نقص ماله من صدقه. واتق النار ولو بشق تمره. نسال الله ان كنا من المحسنين اليه، والدل على الخير كفاعل، اذا لم تستطع ان تتصدق فدل على الخير. فهذا شيء حقيقه الامر مفرح انه باكتمال الوقف 45%. الحمد لله. فهذا نص البرنامج، فان شاء الله نفرح معا باكتمال هذا الوقف في القريب العاجل، يعني هذا بشائر خير ان شاء الله تعالى. باذن الله. علي اسلم، اسمح لي اخاطب الكاميرا. اسلم. أنا أقول الله يرحم من توفت أمه يا رب، الله يرحم أمه يا رب،
ويطول بعمر أمهاتكم الأحياء يا رب. وأقول أي أحد منا أمه موجودة على قيد الحياة يتمنى أنه يهديها هدية، في أجمل من تهدي أمك سهم بهالوقف فأطهر بقاع الأرض؟ والصدق أنتم عارفين يا جماعة تطفئ غضب الرب، فما في أجمل من هالكلام والله العظيم. الصدق الصدق الصدق. وعن الأم وأقول الله يجزك كل من كان سفير في هالوقف وكلنا سفراء لهالوقف، الله يجزاكم خير جميعا، من إدارة من إعداد من مقدمين من متسابقين جزاك الله خير، من جمهور يتابع ويتصدق حتى لو ينشر جزاك الله خير. بيض الله وجهك، كلمات أتمنى أنها تدل على الخير، وأتمنى أنكم أنتم ما تحتاجون إلى تحفيزنا ولا تحفيز أي أحد، لأنكم عارفين هذا الشيء وعارفين فضله وعارفين المشاريع اللي قاعدة تقوم بهذه الجمعية المباركة. أسأل الله عز وجل أن يتم هذا الوقف في أقرب وقت ممكن ونفرح جميعا بأكماله. طيب اللي معي في الإعداد أتمنى أنكم شفتوا النظافة، وأنا بمرها بعد شوي، وموضوع الحضور واللبس عشان بس أخذ الطعم قبل. طيب مو مشكلة الحضور واللبس أهم شيء، بس عشان والله بدري. لا مو أنا طيب سؤال يقول لي على تويتر نزل الحضور والنظافة يا جماعة الخير واللبس والشك النهائي. طيب أنا شراك مذوق بعدين أسحب السؤال لأنها قبلها تبرد. يلا يلا. طيب بسم الله تسلم يديكم والله بيض الله وجهكم. ما عليك أبدأ أشرب الزانة. ألوم إيش؟ الزانة عند